اعزائي مشاهدي موقع بصراحه في كل مكان، اهلا بكم معانا في لايف جديد من محافظه دمياط. معكم منى عبد الله. اكبر مسيره زي ما حضراتكم شايفين في حب مصر، سيدات ورجال واسر بالكامل موجودين معانا النهارده لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل التوكيلات. اقبال كبير جدا منذ الصباح ومنذ ان تم فتح باب الشهر العقاري زي ما حضراتكم شايفين، من الشباب والبنات وكل الفئات موجودين النهارده هنا عشان يأيدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة. حضراتكم شايفين الإقبال كمان من الشباب ومن السيدات، أكبر إقبال هنا. الحمد لله زي الفل والله. النهارده جايين عشان ندعم الرئيس وان شاء الله ننزل معانا فتره انتخابيه الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. انتوا مجموعه من الشباب، جمعتوا بعض ازاي؟ والله احنا شباب في امانه شباب حزب مستقبل الوطن، وجمعنا بعض عن طريق امانه الشباب وكلنا موجودين النهارده وبندعم الرئيس ان شاء الله عشان ينزل الفتره الرئاسيه القادمه باذن الله. شكرا. النهارده موجود عشان ندعم السيد رئيس الجمهورية. أكبر مرشح موجود. الحمد لله. عشان مصر. نازلة عشان أدعم مصر ودعم الرئيس بتاعنا السيسي. أنا جاني دعم النهارده سيادة النائب القائد والوزير. يعني تزعلي مني. بنحبك يا سيدي، بنحبك يا سيدي. مسيرة كبيرة مشت دلوقتي من هنا وتحشد وحشد مسيرة حشدية كبيرة جدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما حضراتكم شايفين اهو من كل الفئات وكل الأعمار موجودين هنا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية. عشان ندعم السيد الرئيس ان شاء الله دوره انتخابيه كده باذن الله وربنا يوفق يا رب. يعني الناس تبقى ايجابيه او محدش ياخد موقف سلبي والناس كلها تنزل وتأيد ان شاء الله باذن الله. شكرا. ايه؟ قلت ايه؟ النهارده موجودين كده تأييد لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني والناس كتير الحمد لله وكله بينزل وفي مشاركه ايجابيه من الناس. والحمد لله يعني على كل حاجه، يعني الناس عارفه يعني ان السيد الرئيس هو الكل في الكل. ان شاء الله وان المستقبل المصري معاه. شكرا. الحمد لله بخير. مصطفى الشربيني امين مساعد امان شباب حزب مستقبل الوطن بمحافظه دمياط. احنا موجودين النهارده قدام مصلحه الشعب العقاري بمحافظه دمياط علشان ندعم ونؤيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه جديده من اجل تكمله الاستقرار والانجازات اللي تمت على ارض مصر. كلنا شاهدين على كل ما تم من تنميه حضريه ومجتمعيه وخدميه للشعب على ارض الدوله. كلنا مش هننسى اللي حصل في السنين اللي فاتت وكلنا كنا خايفين من عدم الامن وعدم الاستقرار. كلنا كان عندنا مشاكل زمان وهو اللي اجى علشان خاطر يخلصنا من كل المشاكل اللي حصلت دي. احنا النهارده نازلين عشان نأيده ونجدد الثقه معاه ونقول له احنا كلنا وراك يا سياده الرئيس، والشباب هم موجودين من الصباح الباكر بيأيدوه وواقفين علشان خاطر يعملوا له توكيلات تأييد وراه لحد ما نكمل ان شاء الله اللي تم بدايته. شكرا ليك. شكرا لكم مشاركتك ومشاركة الشباب. زي ما حضراتكم شايفين الشباب كانت أكبر نسبة مشاركة النهاردة، وكمان المرأة يعني السيدات والنساء وكل الفئات زي ما قلت لحضراتكم. أحمد إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ أنا باشا موجود النهاردة علشان أدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات القادمة إن شاء رب العالمين لاستكمال مسيرة العطاء والنماء واستقرار مصر الجمهوريه الجديده، استكمال البناء في مصر. في بص يا فندم النهارده عندنا حياه كريمه، عندنا المشروعات القوميه اللي اتعملت في جمهوريه مصر العربيه، الطرق، المدارس، التامين الصحي 100 مليون صحه، عندنا مشروعات بتعمل في جمهوريه مصر العربيه عايزه 100 سنه، عايزه قرن، مش عايزه 10 سنين. احنا بنشكر حضراتكم وان شاء الله رب العالمين القادم لمصر افضل. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
كل الناس دي قاعده بتستنى دورها عشان تعمل التوكيلات زي ما حضراتكم شايفين.